صباح النور من جديد مشاهدينا، وشكرا لكل من انضم إلينا في هذا الوقت. حققت الطالبة اللبنانية ماريا مسعود عودي، والتي تبلغ 13 من عمرها، إنجازا عالميا بفوزها بالمركز الأول في المسابقة العالمية الودية الافتراضية للحساب الذهني. حول هذا الإنجاز يشرفنا أن نتحدث اليوم في استوديو صباح النور مع ماريا ووالدها مسعود عودي، اللذين ينضمان إلينا في هذا الوقت. أهلا وسهلا أستاذ مسعود. أهلا وسهلا ماريا. أهلا وسهلا بعائلة عودي الكريمة. صباح الخير. ألف مبروك في البداية هذا الفوز مسعود وماريا. الله يبارك فيك. شو شعورك؟ شعور كل آب، كل آب شايف بنته وصلت لهالشيء اللي وصلت له ماريا. نعم. وشعور لكل واحد لبناني بيفتخر بهالشيء اللي وصلت له. ونحن بتعرف يعني هذا الشيء إنجاز لبنان، مش لمسعود عودة أو لعرسيل، هذا إنجاز لكل الشعب اللبناني. طبعا عرسيل هي البلدة البعلبكية البقاعية التي بتعيشوا فيها حضرتكم ومنا أنتو. شو شعورك أنت ماريا يا بطلتنا؟ هذا الشعور كان أول شيء مرسي إلك أستاذ. يا هلا فيك. كان هذا الشعور كتير حلو بالنسبة لي لحتى حققت هذا الهدف اللي كان حلمي أنه أوصل. الحمد لله بعد كل هالتعب وصلت له بالنهاية. بعد كل هالتعب قديه تعبت وقديه انت شهدت على هذا التعب، وكيف تعبت وتحضرت لهذه المسابقه ماريا؟ التعب على الظروف اللي نحن عايشينها، كمان بهالظروف التعب تعب. يعني عم تحكي انت مثلا لا انترنت ولا كهربي ولا بنزين ولا كله، هذا اضافه للمجهود اللي تعبت وسهرت لحتى يوصل للنتيجه. منقول لا انترنت بمسابقة افتراضية بتطلب انترنت، يعني المسابقة هي على الانترنت. كان عندك فكرة كم طالب كان معك مشارك بهالمسابقة؟ كنا مشاركين 32 دولة، مثلها 700 طالب من مختلف العالم. وكنا مشاركين، يعني اسم المنظمة كانت اسمها منظمة أياما في سنغافور. صحيح. وأنا عندي هون كمان الميدالية الأولى. طبعا صار في تصفيات كتيرة حتى وصلت إلى نهاية. في عندي هون الميدالية طبعا اللي حضرتك حصلت عليها من أمايا. أمايا هي أيام. أياما؟ وليش كاتبة أمايا هنية على الميدالية؟ بكل الأحوال هي موجودة بسنغافورة، وهي المنظمة لهذه المسابقة العالمية. كيف تحضرت ماريا أستاذ مسعود؟ بعدني عم اقول لك استاذ، رغم انه انقطاع الانترنت والظروف الصعبه والوضع اللي نحن عايشين فيه، مضطر نامن الانترنت مثلا من يعني كثير نعاني صعوبه لحتى نامن هالانترنت، لحتى نامن الكهرباء، لحتى نامن يعني كله ياما تعذبت لحتى وصلت لهالنتيجه. صرت الليالي بتتعب. بس خبرينا مثلا هيدي اللي جنبك كانه بتتمرني عليها او بتستخدميها باثناء المسابقه؟ هاي يعني اسمها أباكيس. يعني أباكيس بالفرنسي، وصار بين يعني مستوى العالم بيقولوا له، والمعدات بالعربي. يعني هي إنه هنا بيدربون عليها إنه يقولوا لها يعني شو هي يعني مجرد يعني بتمثل أرقام. نحن بصير يعني نتخيلها وبصير نحسب عليها كأنه يعني قدامنا عم نتخيل. بتستخدميها واستخدمتيها أثناء المسابقة؟ لا ما استخدمت مانتل. إنه هي إنه بصير نتخيلها قدامنا، نتخيل الخرزات ننزلهم ونطلعهم قدام. نعم. قديه شجعك الوالد؟ قديه كان سند لإلك بهالتفوق بعالم الرياضيات والحساب بالإجمال؟ هو شجعني لحتى وصلت لهالشيء، لحتى قدرت إنه حقق أهداف كثير بحياتي لحتى وصلت. والحمد لله بعد كل هالتعب وصلت له، وبشكر يعني الماما اللي شجعتني كمان. خليكم لبعض. أستاذ مسعود، كيف اكتشفت هالموهبة عند ماريا؟ هي من الأساس ماريا من هي صغيرة بين ذكية وعندها هوايات بالحساب، وهاي فشجعناها أنا والوالدة أنه تقوم هي تهتم بهالموضوع بهالهواية اللي هي عندها إياها. سجلت بهالمركز البي اف سي عندنا بعرسال، ومن وصلت للي وصلت له الحمد لله. الأستاذ أو أستاذة الرياضيات مهمين صح؟ إيه أكيد. المسار والأستاذ محمد المسلمين، يعني تأثرت فيهم بيشجعوك؟ هن دربوني أكثر شيء. كيف دربوك؟ كيف دربوك؟ يعني كنا يعني نروح لعند بعض نتدرب شيء 12 ساعة بالنهار يعني ورا بعضهم على التليفون وعلى الوراق، وهن يجوا أوقات لعنا
ونهار المسابقة يعني هي كنا مع بعض وعملنا المسابقة. نعم. عبيلة منتجتنا نسرين الهلال تعرف كيف تستعملي الأباكيوس، كيف تستعمليها مزبوط؟ يعني إنه هي على البوينت يعني هم نستعملها. يعني تقول لك مثلاً 85 ضرب 67 مثلاً. مثلاً أقول لك على الصربة. إيه مثلاً. مثلاً هلا مثلاً بنحط 85. نضرب نضرب أول رقم بأول رقم. نرجع نضرب تاني رقم أول رقم، نرجع نضرب رقمين بتالت رقم، تاني رقم اللي بعد. طيب نحن ما بدنا نحرق المسابقة، لا رح نعمل مسابقة على الهواء مباشرة بعد سؤالين سريعين منكم. أستاذ مسعود، لا شك إنه هي نابغة ونحن بنفتخر فيها، بس بعدك ب 13. برأيك هل هالشيء مش ممكن يأثر بعض الشيء على طفولتها، على حاجتها للعب، حاجتها إنه تكون مثل الأطفال التانيين؟ هي أستاذ طوني عندها يعني هوايتها صارت المجال اللي عم تدرسه، يعني غنية عن اللعب وغنية عن الرحلات والترفيه، عندها هوايتها دراسة دراسة وتضل تتابع الشيء اللي عم تدرسه. يعني أنت مستمتع بالدراسة بس بتلعب حده؟ يعني كل شيء له وقت، كل شيء له وقته، والبقاع حلو كتير تحت شمس البقاع إنه نلعب. طيب نحن جاهزين للمسابقة المباشرة على الهواء، ما عندنا شك إنك قدها قادر عليها، منذكر بإنك فزتي بهالمسابقة العالمية الودية الافتراضية اللي نظمتها سنغافورة للحساب الذهني. أنت جاهزة؟ يلا تاخدي نفس بالجميل، تتمرني شيء أو كيف؟ يلا بتوثقي بنفسك وبتعطي حالك هيك معنويات قبل المسابقة. العملية الحسابية الأولى 72 ناقص 21 زائد 18 زائد 10 ناقص 65 زائد 75 زائد 10 ناقص 93 زائد 63 ناقص 17. 2.5. لا مش معقول. أنا قلت تاخد على الأقل خمس ثواني بثانيتين. اسم الله عليك، بالفعل نابغة، بالفعل بطلة. نعم 52 وشفناها كمان على الشاشة. برافو. منأكد للمشاهدين أن احنا ما منغش أبدا بالإعلام. ومباشرة على الهواء ماريا عم تحل هذه العمليات الحسابية. العملية الثانية نفس 84 ناقص 19 زائد 85 ناقص 81 ناقص 50 زائد 22 زائد 45 ناقص 73 زائد 90 103. بدي زقف لك. عم تاخذ معك ثانيتين؟ هي مالها السرعة. بس هي اصلا لعبة وقت، يعني سباق وقت، اسرع يعني من هيك. ما بعرف، عم تقول لي ثانية ونص منتجتنا نسرين. اسرع من هيك. طيب هلا رح نعقدها شوي، رح نفوت بالالاف. جاهزة؟ هيدي هي الاختبار، هذا هو الاختبار الثالث، العملية الحسابية الثالثة معك ماريا يا بطلتنا بالحساب الذهني. 6495 ناقص 5344 زائد 3621 4772. رائعة، أنا بفتخر فيك. بعترف أني شكيت شوي قبل ما نستقبلك هون، بتعرف الإعلام ممكن يبالغ، بس شفنا وسمعنا وبأقل من ثانيتين كنت عم تعطي كل نتائج هالعمليات الحسابية. ما التالي؟ أنا أخذت نفس عميق تأسألك شو الجاي. شو الجاي بعد ما فازت بمسابقة عالمية للحساب الذهني؟ في غياب الدعم الرسمي أو اهتمام الدولة، واللي شيء يعني هذا سافر اهتمام دولة. أستاذ طوني سافر، ونحن رح نضل نقف نساعدها وشو فينا نقدمها لماريا وشو فينا نكافح لحتى توصل لما بعدها نحن معها. بس حابب عبر تلفزيونكم نعم أشكر الشيخ بهاء رفيق الحريري اللي سندكم دعمكم، اللي
تكفل تعليم ماريا واخوتها الثلاثه مع منحه جائزه ماليه. نعم. وانا بقول ما انا غريبه على بيت علم عشرات الاف طلاب من كل لبنان في احلك الظروف، الله يرحم رئيس الشهيد واللي خلفنا مات. هيدا اقل شيء ايضا من قبل القاده لانه فيها بنفتخر وهي مستقبلنا. انه صح هي مستقبلنا. بنص دقيقه اخيره، شو طموحك؟ انا احب انه كفي بهالمجال ويعني وحقق اهداف كثير لبلدي وارفع اسم لبنان عاليا، كرمال انه هو يتحسن شوي الاوضاع اللي نحن عايشينها هلا. حابة انه حقق احلام يعني كثير بحياتي. ايه اهم شيء تستمتعي، لانه الاستمتاع هو سر النجاح، واهلك بيستمتعوا معك ولبنان بيستمتع فيك. شكرا لك ماريا عوده، ماريا مسعود عوده، وشكرا لك. بالختام بدي اعيدكم اسره التلفزيون العربي ومن عبركم لكل الشعب اللبناني ميلاد مجيد، وان شاء الله اعاد الله علينا وعليكم بالخير والبركه. تسلم، وان شاء الله بال 2022 بتشاركي بمسابقه عالميه غير افتراضيه، لان رح يبطل في كورونا. ان شاء الله ان شاء الله. يا هلا فيك ماريا واستاذ مسعود. شكرا لك استاذ طوني. شكرا.